أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وعلى السائل يقول: إذا أحدث المرء وهو يغتسل، نعم، يقول سلامك الله: إذا أحدث المرء وهو يغتسل هل ينتقد الغسل ويجب عليه إعادته أم لا؟ إذا أحدث المرء، نعم، إذا أحدث المرء وهو يغتسل هل ينتقد الغسل ويجب عليه إعادته أم لا؟ وهل تجب الموالاة في الاغتسال؟ نعم، يواصل الاغتسال، ينتقض الوضوء، حدث الأصغر ينقض الوضوء فقط ولا ينقض الاغتسال، فيواصل الاغتسال ويتوضا، يعيد الوضوء إذا كان توضا قبل أن يغتسل وحصل منه ناقض فإنه ينتقض الوضوء، فإذا فرغ من الاغتسال يتوضا، لا بد أن يتوضا.